كده خشب عمو حط عليه. بقول لكم انا زهقت يا جدعان، ما تيجي نروح كده بدل ما احنا قاعدين ما بنعملش حاجه. عم ابو رياض تعالى حاسبنا والنبي الله يكرمك. ايوه جاي. بقول لك ايه، ده حساب الشاي بتاعي. خدوا دي الحلبه اللي انا شربتها. ده الشاي بتاعي. وما كده الحساب نص اتنين شاي. اتنين شاي؟ الاتنين شاي دول بطمن. هو منتصر راح فين يا جدعان؟ جواز السفر اهو يا ولدي، ورقاتك كلها جاهزة. السفر بكره الفجر ان شاء الله. بس بدي اقول لك على حاجة يا منتصر. قول يا جدي. جواز السفر اهو يا ولدي، ورقاتك كلها جاهزة.